ما خلصت حجيله بعد؟ ايه خلصت. بعد التجهيز. ايه طبعا حجيله راح اسوي لنا اكله انا ما احبها، بس يقول بعض المتابعات طلبنها من عند الحجيه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبنا، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه. حجيه شلونك؟ الله يسلمك حبيبي. السلام عليكم حبايبنا، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه. اليوم جمعه وجمعه خير وبركه عليكم ان شاء الله. جمعة خير وبركة عليكم وسعادة بإذن الله تعالى. حجية ايش راح تسوي اليوم الأكل اللي ما أحبها أني؟ راح أسوي مرقة القرنابيط، طلبوها مني مرتين ثلاثة يعني. زين مرقة القرنابيط، مرقة الشجر هم طلبوها منك؟ مرقة ما شجر؟ إيه هم طلبوها؟ إيه. يعني أنا ما أحب لا مرقة القرنابيط ولا مرقة الشجر، زين من هسه أقول لكم يعني من البداية، بس شنو هي؟ كلها نعمة الله أكيد يعني، بس هي تعرفون أهم الأذواق يعني، أكو واحد ما يحب الفاصوليا، أكو واحد أنا أموت على الفاصوليا والبانيا وهالشغلات. لكن القرنابيط والشجر ذني انا ما احب من الصغر يعني. المهم فخلينا نشوف الحجيه بشنو راح نبلش ان شاء الله بهاي المكونات مال مرقه القرنابيط. بس اريد اشكرهم جزيل أكيد. الشكر على دعواتهم لفلسطين ولغزه والنا، وانا دعيت لهم ان شاء الله ما انسى اي واحد بهم. ان شاء الله الله يحفظكم، الله يحفظ اهلنا بغزه يا رب العالمين وينصرهم، الله يحفظ اهلنا بفلسطين كامل ان شاء الله، ويحفظ الدول العربيه والشعوب كلها باذن الله تعالى. امين يا رب العالمين. ان شاء الله يا رب العالمين. خلينا هسه نشوف الحجيه ايش محضره لنا من المكونات مال مرقه القرنابيط. ان شاء الله. ان شاء الله. ايه ما شنو المكونات؟ نعم راس قرنابيط سويته نظفته وغسلته وخليته بالمعون. هاي هنا راس بصل وسط، هنا ملح خاشوقه وسط، هنا ثلاث خواشيق معجون طماطه، هنا نص خاشوقه كمون، نص خاشوقه فلفل اسود. زين مراقب المكونات، هاي ثلاث خواشيق شنو؟ كبار لو وسط؟ كبار معجون. كبار حلو. زين هنا شنو؟ هنا هاي خاشوقه كبيره ملح. ايه؟ على مود التمن. اي التمن ايش قد انا هذا قصدي؟ كوبين. كوبين. زين حجيه هسه ذني المكونات مالتنا، انا راح اكتب منهم كل احوالي، بس انا احب اسمع من امي يعني ايش قد المكونات. ايه؟ زين اللحم. اللحم نص كيلو. نص كيلو؟ ايه؟ مسلوق هذا وين اللحم؟ سلكته واستوى كل شيء جاهز. زين نظام متي حتى ما نطول عليهم اي اوكي مو طول يعني، بس هذا شوف هنا هسه اللحم هنا يعني ايه يعطيني اياه شوفه. زين يعني هذا اللحم هنا مستوي كل شيء تمام. زين اليوم تسوين هم شنو طريقه؟ شنو اكو شغله تسويها قبل ما تسوي القرنابيط؟ تسوي لهم مكدوس السريع. المكدوس السريع؟ ايه. فانت جبتيني على اساس مكدوس السريع. ايه. جيت هنا انا ايش قلت لي؟ اي مو اكو هسه متابعه ثانيه قالت لي اريد القرنابيط. اي فقلت لك حجيه مو انا ما احب القرنابيط، ليش جيت لي؟ اي مو هم طلبوا بعد شفت يابا، فانت تدلون على الحجيه، بس يا رب اليوم تسوي صدق المقدوس السريع مال الباذنجان. فان شاء الله على الاسبوع الجاي نسوي المقدوس، شنو رايك؟ ان شاء الله. ان شاء الله. زين هسه شو راح نبلش اول شيء؟ هسه راح نخلي الزيت بالطاوه. اي حتى نقلي القرنابيط. قرنابيط اول شيء نقلي. إيه؟ طبعا مرقه الشجر اللي حكيت عليها اللي هي الكوسه. اي الناس ما تعرفها بالعراقي يقولون عليها، نقول عليها شجر، هي الكوسه يعني. اي بس همين اكو شجر ثاني الاحمر. الشجر الاحمر. اي اي يقولوا له قرع. اه القرع. اي هاي الكبيره. إيه؟ هم اسمه شجر. هم اسمه شجر. اي اي صح بالضبط. اي زين فايش يسوون؟ هاي الحمد لله والشكر. المهم احنا هاي كلها نعمه الله، احنا من بالعكس يعني لما اكون ماكو يعني اكل وهاي يقول حجيه راح اسوي لك شغله ثانيه مثلا، اقولها لا اكل عادي يعني وماكو مشكله نمشيها يعني شلون ما تقولون، بس انا قصدي يعني يعني القرنابيط والشجره ما احبهن يعني، لكن لما نتوازن انا اكل يعني عادي اذا ماكو شيء ثاني يعني. طبعا اكيد نشكركم على التعليقات الحلوه اللي قاعد تعلقوها، رحم الله والديكم ما قصرتوا والله، نفسيه ام الحمد لله والشكر قاعد دائما تتغير وتتحسن بتعليقاتكم الحلوه الحمد لله. الله يبارك فيهم، هذول اهلنا وقرايبنا وعائلتنا الطيبه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله دائما عائله واحده واللي تريدون ان شاء الله ما نقصر. زين حجيه فاجى سؤال الاجبار على الزواج، يعني انت مثلا تجبرين ابنك على بنت اختك مثلا، او تجبرين بنتك على ابن اخوك مثلا، زين هل هذا الشيء يصير؟ هذا الشيء صحيح؟ وهم الولد او البنيه ما يريدون هذا الشيء، هل هذا الشيء يصير؟ لا ما يصير. البنيه تختار اللي هي تريده.
يعني اذا اجاها نصيب زين واحسن من ابن اختها واحسن من ابن اخوها ايه؟ تور تنطيها احسن. يعني يعني المقصد مال الكلام مالتنا انه الاختيار يظل للولد والبنيه. يعني احنا ما عندنا شلون انا هسه مثلا انا ببالي دائما انه الولد او البنيه الاولاد ما ينجبرون بشغلتين خاصه هي التعليم والزواج. صح. يعني اللي يريد يتعلم مثلا يريد انا عندي هيك اصدقاء يعني راد يفوت ادبي ابوه قال له لا الا تفوت علمي فات للعلمي وفشل. ظل يقول للابو لحد هاي اللحظه انت فوتتني علمي وتعرفني اني مو يعني ما احب ادرس مثلا فيزياء وكيمياء وهالشغلات احب اني الدرخيات اللي هي الادبي. ايه زين يعني واحد مثلا يزوجوه غصب بنت عمه او بنت خالته كم شهر ويطلقون ويظل يلوم باهله ليش زوجتوني وليش جبرتوني وانتم كل صوشكم. فاحنا قصد الكلام انه الاجبار بالزواج والاجبار بالتعليم ما يصير اجبار، لكن الراي يحترم. يعني لما تقول مثلا لابنك او لبنتك او ابنك بنتك هاي مثلا مو احسن، هاي مو افضل، هاي لها مستقبل، هذا زين، هذا عائلته، هذا كذا، يعني انت تنطي الراي مالتك ويظل هو الاختيار مالته اولا واخرا لان هو اللي حيعيش هاي التجربه. صح صح مو صح الجي يعني قاعد اقول مضبوط مو لا مضبوط زين. فهذا قصدي خاصه بالتعليم والزواج، يعني هاي رساله للاهل لا تخلوا لا تجبرون اولادكم والله تتندمون بعدين، احتمال رايكم صحيح لكن اولا واخرا انا اقول التعليم والزواج هو اختيار الابناء، انت تنطي اقتراحك تتمنى ابنك وبنتك يصيرون مثلا اطباء دكاتره، تقول لهم يا بصيروا دكاتره، يقول لك لا احنا نحب نصير مهندسين مثلا، نحب نصير محامين، لا تجبرهم يدخلون طب وبعدين تلاقيهم بنص الطريق ووقفوا لا كملوا لا اخذوا الطب ولا اخذوا ولا اخذوا المحاماه مثلا. صح. فالمفروض واحد يعني ينصح لكن ما يجبر، هذا يعني نصيحة لوجه صح. الله تعالى. يعني على مود كل الناس يعيشون سعداء لأن احنا عايشين بهالدنيا مرة واحدة. فيعني ما أعرف حجي أنت تحبين تقولين شيء بعد؟ والله أنت حجيك ذهب كلي تحجيك صح إن شاء الله إنه الله ييسر لهم الأمور الطيبة إن شاء الله، والشيء الأفضل والشيء الأحسن أكيد. يعني دائما تؤمن واحد الإنسان يصلي ويستخير ويشوف شنو الأفضل ويشوف شنو كذا، بس اهم شيء لا يوقف بسعادة يعني قدام سعادة اولاده. لما واحد يريد يسوي فت شغله حاولوا تنصحوه بطريقه معينه، بس لا تحاولون تجبروه على مود لا تخسروه بالمستقبل، لا يظل يذب اللوم عليكم، خلوا دائما هو يخوض التجربه وهو اذا مثلا ان شاء الله ينجح فراح يشكركم على انه تركتوا له يعني فرصه الاختيار، واذا فشل ما راح يقول صوشكم، راح يقول صح صوتي وانتم نصحتوني. صح زين. يعني هذا الشيء اللي يعني واحد يحب بس يوضحه للناس، يعني لان هاي الاسئله سالنا اكثر من مره عليها بصراحه، وكل ما اريد اجاوبها يعني لو وقت الفيديو ما يكفي، لو ما اريد نطلع عن اطار الحلقه مثلا انه طبخ نفوت بهيش مواضيع، تعرفون اكو ناس ما تحب يعني يقول الفيديو صار طويل احنا نحب نشوف بس شغلات معينه على الاكل وخلص. زين فيعني انا احب بس نضيف هاي الشغلات لان احنا هاي قناه عائليه، هاي ما مسويها على مود طبخ، انا مسويها على مود شنو على مود ايش، احنا كلنا عائله ونحكي اللي بقلبنا واللي محتاج شيء هم يطلبه، نسولف عن مواضيع اسريه معينه على مود شنو الحال يصلح الحال يصير الافضل، يعني لان احنا عائله هادئه عائلة ناجحة الحمد لله، كلنا واحد يحب الله، فما نريد انه يصير هالمسائل هاي ان شاء الله ويا اي احد. ان شاء الله الله يوفقهم. ان شاء الله يا رب العالمين. وظلت شغله خير يسر لهم الامور ان شاء الله. امين يا رب العالمين. بر الاولاد بالاباء والامهات، هم يكتبوا لي انه احنا اولادنا ما يسالون علينا يعني ما يبرون بينا، بناتنا نفس الحاله، البعض انا ما اقول الكل طبعا الكل هواي يقول لا اولادنا مثلك محمود يساعدونا ويسالون علينا وكل يوم يجون يمنا او كل يومين حسب الشغل مالتهم، وبناتهم نفس الحاله الله يرضى عليكم جميعا طبعا، لكن احنا نقول دائما رسالتنا للي شويه بعدان عن اهله زعلان منهم فهذول الجنه مالتك ان شاء الله، يعني تبر بيهم ان شاء الله تلاقي قدامك هذا كل الخير والبركه يجي من وراهم، والله ماشيين بدعائهم، انا بدعاء ام وابويا ماشي يعني الحمد لله، يدعوا لي الله يرضى عليك اطلع منه انا اشوف ابواب الرزق كلها تنفتح لي. زين يعني فيعني اهم شيء ابائكم وامهاتكم تدير بالكم عليهم مثل ما ربوكم وداروكم وركضوا بيكم للمستشفيات وللمدارس وانتم صغار، تدير بالكم عليهم وهم كبار. المتزوجين يعني يعرفون هم هم صار عندهم اطفال شلون يسهرون عليهم، شلون يخافون عليهم، نعم. شلون يعلموهم، صح. يعني يشوفون نفسهم شلون كانوا اهلهم يتعبون عليهم. صحيح. فلازم يعني يظلون مستمرين بهاي الحياه مثل ما ويا ابنك، لان انت
يعني شو راح تسوي يا اهلك، لازم تعرف انه اولادك راح يسوون بيك نفس الشيء. طبعا تسوي الشغله الزينه ابنك راح ينتظرك بالشغله الزينه. صح. تسوي الشغله الشينه حشاكم ابنك راح حيسوي الشغله الشينه وياك. لازم تعرف هاي المساله يعني. صحيح. ورحم الله والديكم، ما قصرتوا واعذروني اذا طولت عليكم، بس هاي بس شيء على مو شنو نصايح يوم الجمعه حلوه يعني، خاصه جت هاي التعليقات ولازم نسولف، احنا ما نقدر نسكت يعني. وانا كيف طبعا من هاي الشغلات، بالعكس الحمد لله والشكر. بس هاي يعني قلت القرنابيط اي، بس اجيب الجدر. الجدر طين الجدر هذا اي تفضل، راح اخلي هذا الزيت ايه؟ بس مو كله، هذا تحمسين بالبصل اي زين. بس هاي هنا اخلي الكمون وهاي الفلفل الاسود، هاي معجون الطماطم، أزن الشيء؟ أزن الجدر. أزن الجدر؟ إيه. بس شوية خلي أزن زين. إيه. بسم الله. هاي مي اللحم. إيه. بشوف أنا هالشكل. إيه. 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 يجي إنزين نظيف. إيه. ما بي شواذ. طنية. جميل. أدي هناك على الجدر. الجدر. هاي الملح وهاي اللحم. هاي اللحم والله هي يعني انا صح ما احبها، لكن الروائح طيبه يعني، ما لها علاقه طعم بالنسبه للقرنبيط انا ما احبها، لكن الريحه ما شاء الله ما شاء الله. صلوا على رسول الله، اللهم صل على محمد وال محمد. شوف يعني قد يعني المنظر صراحه روعه والريحه روعه، بس شنو اللي يحب عاد شنو انا القرنبيط يوم يومكم هاي قرنبيط شغله بعد من الاخير يعني، شو ما تقولون هسه بس تفور اخليه على ذيك العين نسوي ايه؟ التمن على هاي العين، سوي التمن على هاي العين ايه؟ بس تفور، بس تفور خلاص هاي العين، ننتظر شويه لحد ما تفور شويه ونجيب التمن ونسوي بهاي العين. حاضر تأمرين امر حجيه. بس هنا انا فور مرق اي، بس راح اخليها على هاي العين واسوي التمن على هاي العين، على العين الكبيره هاي نصيته ان ما اغسل التمن. زين هاي التمن غسلتيه صدق؟ هاي على غسل التمن جبتيها السيلوج ذاك اليوم على المربى مال الباذنجان. ايه. ليش ما غسلت الباذنجان لما سويتيه مربى؟ انا غسلته ونشفته ايه؟ بعدين قشرته، لان ما يصير اغسله ورا ما اقشره، يطب ايه؟ المي بيه تخرب المربى. اي مربى ما يصير يجي عليه مي يعني. ايه؟ اي بس هو اذا انت يتقشر هو ليش ينغسل لعد؟ انت هيك يعني بس عمود احسن اي ايه احسن يعني اه. اوكي اي بس هو ما ينغسل من جوه لانه يعني يخرب ما ايه. معنى يعني اي اوكي تمام. بس هاي قليتها زين، أبو شيخ هذه الشعرية زين. جي عندي سؤال إيه؟ اللحم لما سلكتيها خليتها عليها ملح مثلا شيء لو ما لا كل شيء بس مي، بس مي اي بس مي يعني هي سلق مال اللحم ما ينضاف عليه اي اضافات؟ لا. زين
مسح الملح هاخا شوكة كبيرة مسح مو متروسة هواي. هو الملح حسب ما يريد الواحد حتى الشعرية يعني أنا اختياري ايه حسب الكميات. بس هنا نخلي مويه اهم شيء التمن والشعرية يتغرج بالمي يصير فوق المي يعني هاي الكمية. هسه بس تفور شوية انص جواها الطباخ ونخليها ايش قد؟ نص ساعة؟ لا لا اقل. صدق؟ وهاي ايش قد باقي لها؟ هم باقي لها نفس الشيء خلصان سوا. خلصان سوا؟ اي زين اوكي. هسه بس تفور شوية انص الطباخ جواها. زين بعدين اشيلها اخليها على هاي العين الصغيره. اشرحت هاي حجيتي ضليت تقلبين بالعيون يعني من هنا هاي اي اي مراحل اي وهاي لما انص شوي قويه على يعني كيفش حجيه وياي ما حكينا شيء حجيه على السريع تعرف يا حجيه كيفش ايش قويات يعني بس اقول لك انه شنو هاي هيك زين عندنا اي زين انت تسال يعني اي خلاص حجيه على هسه شوف يعني اي هسه انصيها على الاخير هم تبقى شويه قويه بس لما تيجي تنشف اخليها على العين الصغيره وعلى الناس كلش. اي خلص هاي ما قاعد اتعلم، ما ايش قلت؟ قلت يمكن هذا الطباخ صار صغير ابو الاربع عيون بك اجيب واحده بست عيون هيك. لا لا لا. اخاف هذه ثلاث جداري هذه ست عيون تقلبين بهن بكيفك. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الرادل. بعد اي. لا رادنا فذلنا فد شيء ثلاث ساعة نص ساعة يمكن ما أدري بعد. لا 10 دقائق. 10 دقائق؟ إيه. يا حمد الله والديك. إيه 10 دقائق ربع ساعة. هسه شنو هاي فورت؟ هسه قاعدة شوية شوية تتفور أنا خليتها نصيتها. إيه. شوف. بس تيجي تنشف أخليها على هاي العين. زين. وأنا كنا بس تنشف شوية. تشوف هسه قامت تنشف هسه إيه. راح أخليها على هاي العين. زين. هاي على الناس ايه وعلى المرق راح انصيها على الاخير حتى يتسبك شويه المرق. زين هاي نصيته خلينا على راحتهم. هاي عند الكبيره طفيتها. زين بدنا نجي نخلينا هسه قلنا ربع ساعه ان شاء الله جوز اقل هسه نشوف ايش قد بنقول لهم ان شاء الله. ان شاء الله ورجعنا لكم حبايبنا. هسه ايش قد حجي مر؟ ربع ساعه. ربع ساعه بسم الله خلصنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بس نشوف استوت لو بعد. اي. ليش لينا؟ زين. شوف التمن. ما شاء الله. الريحة غير شكل. اي. هسه راح اطفي جو المرق وجو التمن. هاي جو المرق. هاي جو التمن. هسه نخليه بالمعون. خليه بالمعون يلا بسم الله. هاش هاي المعون ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو طيني بسم الله الرحمن الرحيم. طب
طيب والله شنو الشكل روعه والريحه روعه وشيء مو طبيعي، بس انا اولا واخرا ما احب مرقه القرنابيط. زي حجي سؤال، ايه؟ اذا ما اريد اسويها مثلا بلحم، ايه؟ ايش يصير ثاني يعني بدون لحم؟ يصير حتى لو بدون ماجي، يعني بماجي هم يصير؟ يصير بماجي وبدون ماجي يصير. حلو، يعني صارت الاكله لا هي مكلفه وسريعه ما طولت ساعه زمن. زين يعني بس هاي شنو للناس اللي تحب القرنابيط مو اني. خوش حكي عشتيز حجي يعطيك العافيه. ايدك الله يعافيك، ان شاء الله يجربونه ينجح وياهم وجمعه خير وبركه عليهم ان شاء الله. ان شاء الله مثل ما قلت لكم ام الحجيه، ان شاء الله تجربونا وتنجح وياكم، جمعه خير وبركه عليكم ان شاء الله. الله ينصر اهلنا بغزه يا رب وكامل فلسطين، الله يحفظ اهلنا بالعراق وجميع الدول العربيه، ورحم الله والديكم. واقولها مره ثانيه جمعه مباركه عليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع تحياتنا قائد الفريق امي الحجيه. انا ابنها محمود من استراليا، وفي امان الله. السلام عليكم. مع السلامه.